بعزاي احبائي في الاعدادات احبائي، طبعا اذا تعرفون انه ليش اذا تجون تعرفون ليش ابغى على الساعه، لانه انا اذا اصور فالساعه تطلع لي التصوير والتليفون بعيد عني. اهلا وسهلا بكم اعزائي احبائي في الاعدادات اكبادي. اليوم البنك المركزي الفدرالي رفع سعر الفائده. طبعا حتشوفون انه الاخبار انا اشوفها دائما بالانواء الجويه على انه هي تم رفع سعر الفائده، ليش لماذا وشلون وماذا والتاريخ له. بس اكو سؤال مهم جدا، سؤال يهم الاهل مثلا. هسه الوالد قاعدين برا وجنس دولمه ماما سعاد مسويه مو طبيعيه، فقاعد احكي له كان يقول لي انت ليش ما تسوي هذا البودكاست؟ قلت له اوكي، عده المتنقله موجوده، موقع البديل، باك جراوند يخبو، شغل الاضاءه، اكشن. اليوم راح اجاوبكم، هل احنا في ازمه اقتصاديه ام لا؟ الناس اللي يعتقدون احنا بأزمة اقتصادية غلطانين، لو صح. الناس اللي ما يعتقدون انه احنا بأزمة اقتصادية غلطانين، لو صح. وشنو اللي دي يصير، وخصوصا انه انا هنا بميشيغان وجامعة ميشيغان مكان عريق جدا. ايام اللي درست الماستر مالتي واخذت دروس مال اقتصاد تعلمت عنها هواي، وهي لها دخل كبير في التضخم وشنو اللي دي يصير. مستعدين؟ يلا. قبل أن أبدأ أذكر فتشي أنه بالفترة الأخيرة صار فد هجوم علي مو طبيعي. الناس اللي يعرفوني من زمان يعرفون منو أني، شنو على شنو عايش، هل عايش على السوشيال ميديا، على الفيديوهات اللي أسويها، لا شنو حياتي، ايش قد قدمت، شنو قدمت سابقا. الهجمة صايرة أنه أنت ليش عندك نادي 1%؟ ليش؟ لأنه الناس القدماء يتذكرون أنه انسدت قنواتي. اي كنت احكي شويه بالسياسه وادوس، بطلت ليش؟ لان عندي حياتي اريد اعيشها وبس. نفس الوقت المعلومه لها ثمن، وثمنها يبخس لما تكون مجانيه، من ناحيه انه اذا انا احبك واريد اعلمك فد شغله اريدك تبذل جهد بالحصول عليها. وححكي فد شيء بسيط جدا، فد مثال بسيط جدا، انه انا دائما اسوي عندي صحيح سي بي اي وعندي محامي مال محاسبه، وانا عندي 6 ال ال سي. طبعا ها مو فد يعني فد شيء واحد مثلا براغ، عندي 6 شركات، لا هي وحده مسجل بيها فلان شركه، وحده فلان شركه، وحده القناه مال يوتيوب مسجله بيها، وهكذا. على العموم فالحسابات مالتها تصير فد شيء معقد جدا، وانا ادقق انقنق على السي بي اي المحاسب. فمردت فيه رأي يتعلم محاسبة، من جيت قلت له أنه أنت لازم هيك تضم الرسيت، ولازم هيك تسوي، ولازم هيك تسوي ديدكشن. ما تعلم، المعلومة جت رخيصة، المعلومة جت ببلاش. فسنة من السنوات اللي هي أعتقد 2019 بطلت وقفت هيكي، قلت له أكو فلان سي بي اي تروح له، شوفته الموت بعينه، جاك الموت يترك الصلاة، جيب هاي الورقة هاي تم سويها غلط، جيب المدري شلون، اوكي او ماي جاد انت ما مسوي الفلان شي، هاي 1500 2000 كلفت العملية فت 3000 دولار ليسوي الحسابات مالته. طبعا هو ايضا عنده شركة، ف ولهذا تكلفه فلوس هواية. صارت المعلومة لها ثمن، تعلم. نجي على الكلام مالتنا، هواية ناس طلعوا فهمت هسه؟ ما حد يعبر 3 دقائق 41 ثانية. فهل احنا في ازمة اقتصادية ام لا؟ شوفوا احنا عندنا تضخم، التضخم مو طبيعي موجود وبكل الكرة الارضية. شنو سبب هذا التضخم؟ الانسان البسيط حيكون يقول انه بايدن النعسان، الانسان الثاني اللي شوية مطلع يقول كوفيد، الشخص اللي متابع بودكاست زنجين ومتابع الفيديوهات المهمة، مو بس الفيديو الأخير اللي نزلته عن عملة، الفيديو اللي قبله اللي هو أهم من هواي من الفيديوهات، متابع مثل هذا الفيديو اللي هو كان اسمه معلومات عن الكريبتو ما حتسمعها غير على بودكاست زنجين. على العموم هذين الفيديوهات المهمة اللي تدمر الخوارزمية مال اليوتيوب، اللي ما حد يكمل الفيديو اللي هو جزء. على العموم هذني الفيديوهات اللي متابعهن حيعرف انه حكينا عن فد أزمة كبيرة هي سبب كبير بارتفاع أسعار الغراض. هاي الأزمة هي أزمة أزمة الشيبسيت، هذا البروسيسور اللي يستخدم بكل شيء بالدنيا. أسعار البيوت غالية، ليش؟
لانه شبابيك ماكو. اريد اشتري شبابيك ماكو. هذا البيت اشتريناه باب مال الجراج ماكو. باب مال الجراج المعمل اللي يصنع البوب مال الجراجات الماكينه مالته يحتاج لها شيبسيت. فمن يريد يروح يشتري ماكينه جديده على مود يوفي بالعرض العرض والطلب، على مود يعطي اجهزه اكثر بوب مال الجراجات بالطلب الكبير اللي موجود، ما عنده هاي الماكينه ما يقدر يشتريها. نعم ازمه عمال لانه بطلهم بال2020 وهكذا، فاسعار ارتفعت لانه تشيبسيت ما عندنا. حكينا عن هذا الموضوع وقلت يا بالدنيا حتتغير، هل الى حل هذا الشيء؟ لا. بايدن يقدر يحله؟ لا. اسرائيل تقدر تحله وهي تصنع تشيبسيت؟ لا. امريكا اللي هي تصنع تشيبسيت؟ لا. تايوان؟ لا. ماكو حل لازمه التشيبسيت بسيط. الحل ما حيجي لحد سنه 2026، قد نوصل الى حل بسنه 2026. فهذه أدت إلى ارتفاع الأسعار، فصار تضخم. بس هذا التضخم ما له دخل بالفلوس اللي طبعاً مسوين دولمة. قلبتوها دولمة ولا لا؟ عفوني بحالي بس خلي كم الموضوع المهم ثواني قمت منطق اي بعدين انضخت فلوس مو طبيعية. أمريكا طبعت تريليونات الدولارات، خلت قيمة الدولار تقل، والاقتصاد مال أمريكا يأثر على الاقتصاد مال العالم كله. فالتضخم هذا مشكلة مو طبيعية، بس أكو فلوس، أكو فلوس موجودة. المشكلة أكو فلوس موجودة بالسيفينجز مال الناس، الناس بعدها تصرف. حقيقة الناس مو كلش مهتمة للتضخم لحد ما لاصت. شنو اللي لاصت؟ أسعار البنزين من يروح يفوت سيارته أمريكا، من يفوت من يم البنزين خانة وموجودة العلامة اللي بيها سعر البنزين ده ترتفع ده ترتفع ده ترتفع بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، حرب عالمية ثالثة موجودة مو طبيعية. اي صحيح ماكو صواريخ ما تفوت فوقانا، بس لها تأثيرات، تأثيراتها على النفط. فهنا بدأ الإنسان البرسيفينج مالته أوكي، أنه شقد أكو إنفليشن أعلى من ما هي عليه. أكو جامعة هنا، جامعة ميشيغان، قسم الاقتصاد مالتهم يدز ناس يقيسون الانفليشن التضخم. شغلتهم ناس كبار بالعمر مثل بابا ومثل ماما سعاد، يروحون يتسوقون ويسجلون الأسعار بهواية من الأماكن ويجمعون هذا التقرير ويطلعوه. هو واحد من أحسن التقارير بالعالم اللي تحكي عن التضخم. التضخم ما دا يوقف ولازم نلقى له حل. هل إحنا في أزمة اقتصادية حاليا حقيقة مقارنة بالتاريخ القديم؟ وحتى ما نمشي بأنه الشركات والله ما طلعت فلوس كفاية. طبعا ما طلعت فلوس كفاية. نتفليكس طبعا دا تخسر سبسكرايبرز. ليه؟ لأنه نتفليكس بال2020 طلعت أعداد سبسكرايبرز مو طبيعي، مو طبيعي. الناس قاعدوا بالبيت، فهسه هي ده تخسر، ده ترجع تعديل ده يصير. بس والله نتفليكس خسرت سبسكرايبرز، هل هي هاي أزمة اقتصادية حقيقية لأنه السهم مالتهم نزل؟ لا. الاقتصاد مو كلش إلى علاقة بالماركت، والماركت مو كلش إلى علاقة بالاقتصاد. على أرض الواقع شيء ثاني. زمن الكوفيد كانت عندنا أزمة اقتصادية مو طبيعية. ناس خسروا وظائفهم، راتب إيجار ما يقدر يرتفع، المورجج مالته ما يقدر يدفعه، بس الأسهم ده تصعد للسماء. تفهمون ولا لا؟ فهي مشكلة مو طبيعية. فهنا على أرض الواقع الحقيقة هي لو بس شغلة يقدر يسويها بايدن، أنه يروح للسعودية مثلاً ويقلل هذا الرقم اللي يشوفون الناس هم ودي يسوقون ويتمشون بكل مكان مال البنزين. حتصير توقعاتهم بالتضخم والتضخم اللي هو حقيقي شقد متوازي. للحد من التضخم أمريكا تقدر تسوي فتشي اللي هو البنك الفيدرالي، تزيد سعر الفائدة وتنقص سعر الفائدة. هذا الموضوع نحكي عليه لازم ساعة كاملة، لانه اني اريد افكر انه احنا شلون كنا عايشين بالعراق. كنت صغير انا ما ادري. احنا الفائده ما لها دخل بحياتنا، يعني ما تاثر عليه، كله كاش.
هل جزء احنا من الاقتصاد العالمي كنا؟ اكيد لا. فشلون كنا عايشين العموم؟ لانه الحياه كلها وكل الدول ان كانت دول اسلاميه ضد الفائده معاه ما ادري شنو ما ادري دين كلهم يتعاملون بانه يزيد الفائده ينقص الفائده يضخ فلوس للسوق يسحب فلوس من السوق وهاي الاشياء المهمه. احنا حاليا شقد اكو فلوس بحسابات الناس وشلون انه كل شخص يبحث عن وظيفه اكو وظيفتين متاحه له مو بأزمة اقتصادية حقيقية. هل الأزمة الاقتصادية جاية؟ 100%. السؤال مو راح تصير أزمة اقتصادية لو لا، إيه راح تصير، شو وقت راح تصير؟ أما هل هسه إحنا في أزمة اقتصادية؟ حسب تعريف الأشخاص. إذا التعريف أنه والله نتفليكس قامت ما تطلع فلوس كفاية فإحنا بأزمة اقتصادية. إذا التعريف هو أنه الناس مثل أيام 2008 حيشمروهم من بيوتهم بالشارع؟ لا. اللي أريد أعوفكم به هو كالآتي متابعين بودكاست زنجين، أعطيكم رأس الخيط. رأس الخيط أنه تدرسون أزمة التضخم مال 1970 وشون سعر الفائدة وصل إلى تقريبا 20%. تدرسون الأزمة الاقتصادية اللي صارت بال 2008 والأزمة الاقتصادية اللي صارت بال 2020 وتقاردون هسه اللي احنا دنمر به انت كشخصيا والأخبار اللي تسمعها مثل هذني الأزمات لو لا؟ لا. من هسه أقول لك بس شنو اللي ممكن يصير؟ شنو اللي ممكن يصير؟ وشنو آني أنس مركز على انه اللي عندي جوا ايدي؟ صحيح اكو دايفرسيفيكيشن، وسابقا انه من ضمن الدايفرسيفيكيشن انه انا لازم عندي كاش جوا ايدي، بس ما ابقي كاش جوا ايدي اكثر من 10% من النت وورث مالتي. حاليا بالرغم من انه الدولار قيمته دا تنخفض، يعني ال 100 دولار قيمتها 91 دولار، هسه منذ بداية السنة لحد الآن cash is king. حتى أتهيئ للأزمة الاقتصادية القادمة. متفقين؟ أنا ما مستثمر أي شيء بأي مكان أكثر من 20%. تفهموا شلون؟ على العموم بهواي أماكن سحبت 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 قبل، مو هسه، مو من سوق الكريبتو وقع راح تدمر وصل الى مرحله مو طبيعيه، لا. اخر مره بايع اني لما كان 39,000 تقريبا البيتكوين شوي. ليش؟ لانه اني لونج. هاي الفلوس مو هي العايش بيها، اني مو كل ملكيتي 100 دولار، وهاي ال 100 دولار حروح استثمر 50 دولار بيها من عندها اشتريها بعمله لانه سمعت واحد باليوتيوب حكي بيها، وبعدين حخسرها لهاي ال50 دولار. هذا الشخص غبي اللي يسوي هيك. هذا الشخص احسن له يروح يتعلم لغة، يروح يلقى مصدر دخل، حتى ال50 دولار اللي دا يريد يصرفها تكون هي من ضمن، يعني الشخص اللي يريد يصرف 50 دولار لازم عنده نت وورث ما لا يقل عن 10,000 دولار زيادة نت بعد كل مصاريفه وبعد حساب الأزمة إذا صارت عدة أزمة ثلاجة احترقت المدري شنو. كل هذا إني من الممكن أن يسيطر عليهن وعنده 10,000 دولار زيادة يلا يروح يصرف 50 دولار وعنده مصدر دخل ما له دخل بهاي ال50 دولار حيث بعمله بدون ما يعرف كل شيء، بدون ما يباوع، بدون ما يكمل الفيديو، بدون ما مدري شنو، وبعدين يخسر وبعدين يقوم عشيرته على الوادم. أوكي، على أبو أني متفائل أكثر من ما متشائم، متفائل أكثر من ما متشائم. أني مع رفع قيمة الفائدة حتى التضخم يقل، بنفس الوقت إذا أنا هسه مستثمر بالدولار، يعني حقول الدولار هذا قيمته حترتفع، بنفس الوقت لحقت على روحي أنه اشتريت بيوت لأنه سعر الفائدة ما حيقل لفترة طويلة.
أحبائي، أحلى ما يكون هو مو بس فيديو، أحلى ما يكون أنه نقعد شلون ساني بالهول هنا يمي الأحباب، صحفي سعد العزي، دكتورة العزيزة صديقتي، أخويا روبن، خالو هاني، زوجته دينا، أصدقاء أحباب، ولا صديقي مستثمر بالريال استيت جاي هنا بالطريق، وماما سعاد مسويت لنا دولمان. الحلو أنه أقعد أحكي وياكم. أحسن برنامج بالكون حالياً موجود أنه نقعد ونحكي نسوي هول هيجي هو الديسكورد. خالو هاني تعال طب حبيبي هنا، جوعان حبيبي لو شنو؟ يعني استني داعش هكمل انا جايكم والله جاك. اوكي شوف قد احب انا متابعين زينين، ده تشوف شلون تجيني مسبه وترجع لي ورا اي بوسات. ف نلتقي بالديسكورد. شلون نلتقي بالديسكورد؟ ولا انا حاجي مثل ما انغث مرات، انغث انه دا اعطي المعلومه للشخص الخطا، تفهمونها لا، للشخص اللي ما يستحقها، للشخص اللي ما دا ياخذ قيمتها للمعلومه. فاتمنى ومن انا اليوم 1/8 الاشتراك بنادي 1% حيكون بهذا السعر. بعد يوم 1/8 ممكن تتضاعف الاسعار الاشتراك. ليش؟ لانه اكو ناس يعتقد انه اذا دفع 10 او 12 دولار اشتراك أنا عايش عليه. وهواي ناس يقول لا تحكي بهاي الطريقة، والناس عبالها منتخش مكيابس وما. لا، اللي يعرفون يعرفون أنه أنا ما عايش على أي شيء أتحدث به بالعربي. حياتي ما عايش به على أي شيء أتحدث به بالعربي. بس أحلى شيء بالدنيا أخذته من السوشيال ميديا أنه جيت لهذا العراق المصغر هنا بميشيغان، صار عندي أهل وأحباب تعرفت عليهم عن طريق أكثر مكان كان الديسكورد، من الناس اللي اشتركوا بنادي 1% وسوينا ديسكورد، صرنا أهل وأحباب وأصدقاء. فحبي لكم، do not panic، ضموا فلوس، متفقين؟ love you.